أستاذة تريزا، سامحيني على التأخير. مدام تريزا، عايزة أقول لكم مدام أيوة. تريزا من مصرنا الحبيبة عندها أولاد، كان عندها 3 وبقوا 2، عندهم ضمور أعضاء. هسيبها لحضراتكم هي اللي تشرح لكم إيه الموضوع وطلباتها، بتتمنى إيه، وأتمنى يكون ليها استجابة، لأن فعلا موضوع قلبنا معاها في كل اللي هتقوله، وربنا يعوضها ويقويها على هذه التجربة. اتفضلي مدام تريز. مساء الخير استاذه ناديه، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، وانا اسفه تاخرت عليكي، معلش سامحيني. لا ابدا ما فيش مشاكل، انا اتفضلي. بشكرك على البرنامج واشكرك على اهتمامك. ربنا يخليكي. هو انا كانوا عندي طبعا 3 اولاد، هم ايوه دلوقتي بيو 2 لان الكبير توفى من 5 شهور. دلوقت هم عندهم مرض اسمه ضمور عضلات دوشين، الاسم العلمي بتاعه دي ام دي، الأكسون 50. طبعا احنا من ساعة ما بدأت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات واحنا دخلنا في المبادرة دي، ايوه عملنا كل حاجة طلبوها، يعني أي ورق طلبوه، تحاليل لغاية آخر حاجة طلبونا بيها، رحنا اللي هي التأمين الصحي، اللي هي التأمين الصحي بعين الصيرة، مستشفى المقطم، اللجنة العليا للتأمين الصحي. ايوه أقروا الدواء وأقروا الجرعات وخدوا وزن الأولاد، لأن هو الدواء مرتبط الجرعة مرتبطة بالوزن بتاعهم. اوكي أقروا كل حاجة، وكل حاجة خلاص، يعني احنا كده المفروض في انتظار الدواء. طبعا الدواء لسه ما جاش لغاية دلوقت، على أساس إن مفيش عملة لإحضار الدواء. يعني العملة هي السبب في انك انتي حضرتك مش عارفة تصرفي الدواء. بالظبط، ان العلاج مش جاي، لان هو مش موجود طبعا داخل مصر، ده هو من الخارج بيجي من بره، فما فيش عملة. طبعا هو ده اللي وقف الدواء لغايه دلوقتي، ومش عارفين نوصل ليه، مش عارفين، مش قادرين نجيبه. طبعا ما عندناش امكانيه ان احنا نجيب ايه الدواء بالمبالغ دي. ف الجرعة الواحدة بكام؟ الجرعة تقريبا، يعني على حد علمي، انا طبعا ما اعرفش الاسعار وصلت كام، بس يقال ان هي ب 2000 دولار. 2000 دولار. كل ولد او كل واحد من ولادك المفروض بوزنه، بياخد كم؟ حسب وزنه بياخد بياخد كم حقنة جرعة كل اسبوع. كل اسبوع؟ بياخد حقنة كل اسبوع، واحد وزنه 23 وواحد وزنه 17. لمدة قد ايه؟ لا هي حسب ما يخلص، حسب الوزن بقى بتاعه، الوزن تخلص الجرعات، يعني 23 حقنة مثلا الكبير، هو الولد الكبير دلوقتي. يعني هو كل كيلو بياخد عليها حقنة؟ ايوه بالظبط، بياخدها كل اسبوع، ايوه بياخد بس حقنة كل اسبوع. انا عايزة افهم معلش، يعني حضرتك قلتي واحد اتفضل. 23 كيلو واحد 17 كيلو، فانا بقولك كم؟ تمام بالظبط، يعني ده ليه 23 حقنة وده ليه 17 حقنة. يعني كل كيلو في وزنه محتاج حقنة مقابل ليها، مش كده؟ بالظبط، بالظبط. بالظبط، بياخدها كل اسبوع. يعني هنقول 24، يعني 6 شهور مثلا، لو 23 لا قول 24، يعني تمام. هياخد لمدة 6 شهور الحقن دي. بالظبط وست بالظبط، تمام كده. 24 في 2000 يعني 48,000 دولار مثلا للولد ايوه الواحد. للولد مثلا ده، انا ما طبعا انا على حد علمي لما الدواء كان لسه نازل، لكن ما اعرفش طبعا السعر وصل كام، هل زاد هل نقص. اوكي احنا بنقول بالتقريب زي ما حضرتك بتدينا المعلومة، بالتقريب ان الولد الكبير اللي وزنه 23 محتاج 48,000 دولار، والولد التاني بالظبط، نفس الحكاية تقريبا، لان 17 هنقول 17. هنقول 20 في 20 يبقى ب 40,000 دولار. ده تقريبا. انا بالظبط كده. بقول للسادة المشاهدين ان بالتقريب. مدام تريز مش في امكانيتها انها تشتري هذه الحقن، ومطلوب منها ان طبعا عشان ربنا يحافظ لها على اولادها. احنا عايزين ننقذهم، عايزين ننقذهم. اخوهم الكبير توفى بسبب ان المرض وصل، وقف عضلة القلب، سنه وصل 16 سنة، فاحنا عايزين نلحق الاتنين قبل ما يقعد على الكرسي، لان لو قعد على الكرسي العلاج هيتأخر معاه جامد. فهمت. انا بقول للسادة قولي.
يا ريت يا أستاذة نادية، يعني استغاثة استغاثة يعني لأقصى حد، يعني يا ريت حضرتك ما تسيبيش الموضوع ده. يعني يعني أنا بناشد رئيس الجمهورية، أصحاب منظمات لحقوق الطفل ومنظمات حقوق الإنسان، أي حد يقدر يساعد بإحضار جرعات الدواء، عشان أنا عايزة أنقذ الولدين. الولدين مخهم حلو يعني، تمام بيفهموا وبيستوعبوا وبيروحوا مدرسة. الكبير بيروح المدرسة في داخل تانية ابتدائي دلوقتي، يعني مستواه الدراسي كويس، شغال كويس، حلو خالص، مخه حلو. مستنيك. فحرام إن أنا صح أضيعهم، صح يعني كفاية أخوهم. أشكرك جدا يا مدام تريز، واسمحي لي أنا هقول كلمتين بعد ما حضرتك تقفلي التليفون. شكرا أشكرك جدا شكرا يا خالص، أستاذة، شكرا، ربنا وربنا يعوض يخليكي تعبكم. ويعوضك شكرا. ويسندك في التجربة الصعبة دي. أعتقد الشغل في مصر فيه ناس رجال أعمال كتير، وأعتقد في ناس مسؤولة عن منظمات خيرية أو جمعيات خيرية، سهل جدا بالنسبة لهم. صحيح المبلغ بالنسبة للدولار كتير، لكن ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا أولا، ورجال الأعمال قادرين على أنهم يحاولوا يتبنوا هؤلاء الأطفال وأمثالهم، لأن في حالات كتير من الحالات دي ضمور الأعضاء للأسف مرض ما بينفعش فيه علاج عادي، فالحقن دي مخصوصة علشان خاطر فعلا تنشط العضلات وما يبقاش فيها ضمور، ويرجع يبقى عايش كطفل عادي أو إنسان عادي، لكن لازم ياخد الجرعة كاملة. زي ما حضراتكم سمعتم الحقنة الواحدة ب 2000 دولار، فطبعا في مصر بالذات مدام تريز أو غيرها أو غيرها غير قادرين على أنهم يستوعبوا هذا المبلغ من المبالغ الدولارية. للأسف الشديد في حاجات كتيرة جدا ممكن الدولة تتغاضى عنها في الناحية الدولارية عشان خاطر تنقذ أسر وعائلات وأطفال بالشكل ده. في أمراض معينة المفروض الدولة تاخد فيها موقف حاسم وتخلق لها الدولارات زي ما بيخلقوا الحاجات التانية.